أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل ابن عبد العزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غدا الجمعة في الرياض. ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير في بيان داعيا الله أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. للفقيد الرحمة والأهل وذوي الصبر والسلوان. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة الثقافة ومعلومة.